غادي نخليو الاندلسي شويه. كامل المدربين جان طنجة هو كتعجبو طنجة، جان لهنايا وسكننا في اوديك شلة وكان عندو ان سالير، راجل مسكين راجل طيب بصراحة ياهل في وسط الملعب يدعو ليدكم على الكرة، قراو الفاتحة الله يعاونكم. هذا ماشي تلعبو الكرة سمعتي. لا دخلوه لا مزيان، كان مدرب بلجيكا كان كدا قالي. ايوا كندخلو انا كنعيشو هاد الايام الذكرى ديال وفاه العربي بوراس يعني الله يرحمه الله يرحمه واحد من المسيرين كذلك اللي نفض جليله من بعد ما خسر كذلك واحد الكميه ديال الملايين مازال صغير هو كان كيلعب معنا كان لاعب الكره طيب وهو في السن تقريبا ديالنا ولكن كان لاعب الكره كانت عندنا علاقه كبيره الهدية الثالثة هي للأستاذ الشرقي لم يحضر ومسير الشركة اللي هو أمين مال الجمعية. الحقيقة هذا يوم يسجل في تاريخ مدينة طنجة للتكريم لهذا المتواضع من هذا الشخص المتواضع على الحق بخات اللي دخل إلى السياسة وإلى الإعلام منذ نعومة أطفاله. فعلا كنشكر جماعة طنجة على هاد الحفل التكريمي واللي حضروا فيه مجموعة من طنجيين ومجموعة من الشبان ومجموعة من الثقافين وهذا يعني بفضل يرجع الإخوان الحاضرين هنا وشكرا لكم جميعا. كما كتعرفوا اليوم أسدل الستار على البرنامج الرمضاني المسطر من طرف اللجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية. برنامج كما تعلمون كان حافلا جدا مجموعة من الأنشطة على المستوى الديني على المستوى الرياضي على المستوى الثقافي على المستوى الفني. اليوم أسدل الستار بتكريم أحد الشخصيات أو أحد الوجوه البارزة بمدينة طنجة الصحفي والسياسي والفاعل الجمعوي عبد الحق بخت. كما كتعرفوا هذه الشخصية هذه بصمات تاريخ مدينة طنجة على مدى 30 سنة من العطاء. اليوم كان توجه ديال اللجنة ومجلس جماعة طنجة من أجل تكريم هذه الشخصية لكي يكون ختامه مسك، وإن شاء الله سنعمل جاهدين على برامج أخرى في القريب العاجل من أجل إعادة الاعتبار لهذه المدينة من جديد والنهوض بالمجال الفني والثقافي والرياضي لمدينة طنجة. وشكرا.